أما لو أردت الحديث عن الإبداع في سوريا فالإبداع في سوريا عهده طويل، وسوريا بلد الحضارات، ودمشق أقدم عاصمة مأهولة بالسكان في العالم. وما ينسب إلى الحضارة أو إلى الحضارات في سوريا كثير. أما لو تحدثنا عن الأعلام، أعلام الإبداع في سوريا، ولو يعني لو تحدثنا عن من مررت به أنا خلال ثقافتي، وأنا لست كما ترون يعني الحمد لله كما قال الدكتور بسيم لا أعترف بعمري وأقول للجميع أنا حتشبسوت يعني أنا في 76 من العمر. فأنا يعني أسماء وأعلام كثيرة في الإبداع أعرفها ويعرفها الشعب العربي جميعا في الإبداع وفي الفن. يعني نزار قباني الذي جمع حوله المثقفين العرب بقصائده وإبداعاته، دريد لحام الممثل القدير الذي يعرفه أيضا كل أبناء الوطن العربي، غادة السمان، كلية خوري، عبد السلام العجيلي، دكتور سامي دروبي الذي كان سفيرا سوريا في مصر والذي قدم هو أوراقي عندما دخلت إلى جامعة القاهرة للحصول على الماجستير، هو الذي يعني كان هناك قصة لأنه هو الذي تقدم بأوراقي إلى جامعة القاهرة. تقريبا الدكتور سامي دروبي رحمه الله قد نقل معظم الأدب الروسي إلى اللغة العربية. يعني أسماء أعلام كثيرة. أما إذا دخلنا إلى أيامنا هذه، للأسف كما ذكر الإخوة والزملاء الذين تحدثوا قبل الآن، عدونا لا يريد لنا أن نظهر بأي مظهر جميل مع سوريا ووضعها الاقتصادي كيف كان قبل أن تغتال كما اغتيلت العراق وكما اغتيلت ليبيا واليمن وغيرها على يد ما سمي بالربيع العربي للأسف. طبعا يريدون أن يقضوا على كل ما لنا من تقدم ومن حضارة، ولكنهم لن يقدروا ولن يستطيعوا بإذن الله. فهذه الأزمة التي عصفت بسوريا وبشعبها وباقتصادها لم تستطع أن تلغي روح الإبداع عند الشعب، فما زالت سوريا تنجب المبدعين وتنجب العظماء. وأعتقد أن الكثيرين قد التقوا أو قد قرأوا على مواقع التواصل الاجتماعي أو شاهدوا في التلفزيون الفنان نزار علي بدر الذي أبكى لجنة التحكيم في إحدى البرامج عندما صنع من الحجارة، من الحجارة، هو فنان حجارة، صنع من الحجارة مأساة سوريا. صنع الناس وهم يحملون أمتعتهم ويغادرون الوطن. ونعرف كثيرا أيضا من أسماء الشعراء الذين يزينون الساحة الأدبية اليوم بأشعارهم وهم من الشباب، ومنهم حذيفة العرجي وغيرهم، غير الشعراء الكبار الذين نفخر بوجود أحدهم معنا اليوم. أما إذا أردتم أن تسمعوا، يعني الحمد لله أنا أحمل درجة الدكتوراه في علوم اللغة العربية، في علوم اللغة العربية، وشاعر منذ أن كنت في 13 من عمري الحمد لله. إن أردت أن سأقول يعني سامحوني لأنني أريد أن أسمعكم
حبي لسوريا لأنني لا أستطيع أن أنسى أو أتناسى هذا الحب لأنها تسري في دمائي وفي جيناتي الوراثية، وحبي لمصر لأنها صارت وطني منذ 40 عاما. القصيدة الأولى في عشق في دمشق. يقول الناس أنت تذوب شوقا، فقلت أجل هواها يسترق، وكيف القلب يسلوها وإني أهيم بها، ولست ابن النعاق ولست بمدحها أبغي نوالا، فدين الحر فضل مستحق، حروفي في هواها قاصرات، وكنت بخيرها ممن ترقب، هي الساقي لظمآن رحيقا، ولولا فضلها ما اخضر سبق، بفضل الله قد رسمت دروبي وأفلح بالتفوق من ترقى، غذتني بالمكارم يا نعات، وبالخيرات تكريم ورزق، حبيت العيش فيها بعض عمر ولن أنسى، وبعض العمر عشت، فطعم الماء فيها فيض حب، وغيم خريفها فن يدق، وطيب نسيمها يشفي عليلا، وقلب العاشقين لها يدب، وعطر الياسمين يغار منها، وسحر الشام مسكنه دمشق. فقط كتبت في حبها هذه الأبيات: يا نيل يا نيل كم عصفت بنا الأهواء، وتسابقت في كيدنا الأعداء، يا نيل كم غنى بحبك عاشق، وشدى وشنف سمعنا الشعراء، يا نيل جئت من الجنان محملا بالخير، فابتسمت لك الصحراء، وبمصر قد أسست مجدا، فارتقت فوق الضفاف حضارة عصماء، نزهو بها ويتيه عالمنا بما قد شاده أجدادنا العظماء، رفعوا القناطر والسدود ليحفظوا خيرا تفيض لنا به الأنواء، والله جل جلاله أهدى لنا نعما بها كم يستديم نماء. يا مصر يا مصر جئتك في الصبا مبهورة، والنهل من نبع العلوم رواء، يا مصر أنت الحصن في مجد به يتنافس الآباء والأبناء، تاريخك الأسمى يقول لمن بغى إن الحضارة بصمة غراء، أجدادنا قد زينوه بعلمهم، فسمت فنون واستقام بناء، قد حيروا العلماء في أهرامهم، وبكل مكتشف يطل بهاء، يا أيها الناس استفيقوا واعلموا، سطعت بمصر حضارة شماء، فالميم من اسم اسم تجلى حرفه أما، فكان لمن أتوه وجاء، والصاد صوت ناطق بعروبة، حب تأصل بينهم وإخاء، والراء راية عزة وكرامة مرفوعة أبدا لها استعلاء، يا مصر يا مصر قد صرت الأمان لمن أتى يبغي السلامة، والهموم رداء، وفتحت بابك للأحبة مشرعا، فالقادمون وأهل مصر سواء،
يا مصر إنك قلعة وضاءة تتألقين فتزهر الأرجاء، أعلامك الأفداد فخر للدنا، في كل تكريم هم الحكماء، إنا بنوبلة غردت أطيارنا وتألقت أعلامنا الشرفاء، وبنى زويل بعلمه مجدا لنا، وعلت بمحفوظ الأديب سماء. يا سائلي عن حبها، يا سائلي عن حبها في مهجتي، لست الوحيدة، إننا شركاء، تسعى لتبلغ شأوها وحقوقها، إن التميز نعمة وعلاء. من جاء مصر لكي يحقق مأربا غمرت في حبه، فكان لقاؤه منح الغريب محبة بشهامته، فأصر أن يبقى وكيف يشاء. يا مصر إنا عاشقون، يا مصر إنا عاشقون، قلوبنا خفاقة ولك الحليل شفاء. إن قال قوم إنها زهراؤنا كان الجواب أجل، هي زهراء. فالحسن فيك نراه دوما مبكرا، والعيش فيك مكرما لألاء. يا نيل عفوك لن ينال قطرة من مائك الرقراق مهما شاء، ستظل طودا للكرامة شريفا، ويظل يندب حظهم تعساء، ونراك تجري في البلاد معززا تسقي العطاش، وأرضنا خضراء، والحب يعطي يا بلادي فرحة تأزو قلوبا طالها الإعياء، فتهب رافعة أكف ضراعة. ما خاب يا رباه فيك رجاء. يا مصر لو هبت رياح أو طغت فدماؤنا لو تطلبين فداء، فاحفظ لنا يا رب مصر أبية ما أشرقت فوق الهجوم. شكرا لأستاذتنا الفاضلة أستاذة الدكتورة وجيه السطر التي أمتعتنا نثرا وشعرا، فكرا وفنا، بارك الله فيها.